أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار تعليمية رائعة. فكرة السلسلة بنستضيف أحد الأبطال العالميين اللي بيحلل أحد أدواره الرائعة، وكل دور بنتعلم حاجة جديدة وفي نفس الوقت بنستمتع بلمسات جميلة في عالم الشطرنج. يلا نشوف الفيديو. فيديو رقم 13 هنستضيف فيه بطل العالم إيمانويل لاسكر بعنوان كل نقلة بتهديد. إيمانويل لاسكر لاعب شطرنج ألماني من مواليد 1868، هو أطول من احتفظ بلقب بطولة العالم، حيث احتفظ بهذا اللقب 27 سنة من سنة 1894 عندما فاز على شتاينيتز حتى 1921 عندما خسر أمام كابابلانكا العظيم. كان مسيطرا على أجواء الشطرنج في عصره وما زال يعتبر من أقوى اللاعبين في التاريخ. زعم لاعبي عصره أنه يستعمل علم النفس في أدواره، حيث يقوم بنقلات ضعيفة لكي يربك الخصم، ولكن التحليلات الأخيرة لأدواره دلت على أن أفكاره كانت سابقة لعصره واستخدم أساليب أكثر مرونة من أقرانه. تفرغ للتأليف في نهاية حياته وترك لمكتبة الشطرنج 5 كتب تعتبر من أهم المؤلفات الشطرنجية. في هذا الدور وقبل سنوات من اكتشاف نيمزوفيتش وريتي لنظريات الشطرنج الأكثر حداثة، أظهر لاسكر هذه المفاهيم والتي تقول أن المواقف المضغوطة في الشطرنج ليست بالضرورة سيئة، وإنما المهم هو الطاقة المختزنة بداخلها والتي تنفجر في اللحظة المناسبة. في هذا الدور لاسكر ينتفض فجأة ويقوم بتهديد جديد مع كل نقلة حتى أرهق خصمه وأجبره على التسليم. الأبيض بورجس، الأسود لاسكر، نورنبرغ 1896 بافتتاح الراي لوبز. يلا نشوف الدور. E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop B5 Knight F6 Castle Knight takes E4 وبيقبل تضحية البيدق على أساس أن يتجنب المشاكل من وراء هذا البيدق في المستقبل، ولكن في أول فرصة هيرجع البيدق ومش هيحتفظ بيه على حساب سباق التعبئة. D4 Bishop E7 Queen E2 Knight D6 Bishop takes C6 B takes C6 D takes E5 Knight B7. الحصان تراجع ولكن بعد أن نهى الطريق للعودة إلى مربع E6 وحيرجع عن طريق مربع C5. وكمل الدور B3. فكرة الفيل الفيونكة فكرة خاطئة لأنه مش هيكون في مكانه المناسب. كان من الأفضل للأبيض أن يلعب نايت C3 أو يلعب نايت D4، ونايت D4 هتمنع الأسود من أنه يلعب D5 لأنه هيترك بيدق C6 بدون حماية. ولكن الأبيض لعب B3 وكمل الدور كاسل بيشوب B2 D5. الأسود نجح أخيرا في لعب D5، وطالما الأسود نجح في لعب D5 فهو بيوصل للتساوي في الموقف، ودي قاعدة معروفة في كل افتتاحيات بيدق الملك. كمل الدور E takes D6. الأبيض بيزيل البيدق بتاع الأسود اللي في الوسط، ولكن في نفس الوقت بيساعد الأسود على التخلص من إزواج البيدقين. C takes D6 Knight B D2 وهنا لعب الأسود روك E8. النقلة دي لها تهديد غير مباشر على وزير E2. من المدهش اننا نشوف ان قطع الاسود نقلة ورا نقلة بتزيد فعاليتها ونشاطها. كمل الدور روك F E1. الابيض بيسيطر على عمود الاي وبيثبت الفيل في مكانه مؤقتا، ما يقدرش يتحرك وإلا الاسود يخسر الرخ. اذا الابيض ملعبش روك F E1 ولعب مكانها نقلة زي كوين D3 هيرد الاسود بنايت C5. الحصان طالب الوزير والوزير لازم يرجع لعمود الاي. لو الوزير راح لC3 او راح لC4 تعال نشوف اللي يحصل. لو راح لC4 هيرد الاسود ببيشوب A6 وهيخسر الابيض الفرق.
ولو راح لسي 3 هيلعب الاسود بيشوف اف 6. الفيل طلب الوزير اللي ورا الفيل والرخ، ولذلك الابيض بيكمل نايت دي 4، وهنا بيلعب الاسود كوين بي 6 بهجوم غير مباشر على الحصان وتهديد الاسود ان يلعب نايت دي 6 ويفوز بالحصان اللي مربوط على الوزير. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل روك اف اي 1 وكمل الدور بيشوب دي 7. الفيل بيحمي الرخ، ودي خطوة هامة هنعرف فايدتها فيما بعد، وفي نفس الوقت الاسود بيعبق قطعة جديدة. لازم نلاحظ ان قطع الاسود مضغوطة ومعندوش اي قطعة في الصف الرابع، ولكن بعد قليل هنلاقي القطع دي كلها منتشرة في ارجاء الرعاة. كمل الابيض نايت اي 4 نقلة سيئة. الابيض بيحاول يلعب بنشاط، ولكن في الحقيقة النقلة دي اضاعة للوقت، لانها هتتيح للاسود ان يلعب دي 5 ويحط بيدق في الوسط وبتمبو على الحصان. كان الافضل للابيض في الموقف ده ان يلعب نقلة زي نايت سي 4، وقد تكون التكملة نايت سي 5 روك اي جي 1 بيشوب اف 8 نايت اي 3، والموقف متوازن. ولكن الابيض في الموقف ده لعب نايت اي 4 والنقلة سيئة. كمل الدور دي 5 نايت اي دي 2، الحصان بيتراجع. طبعا لو الحصان تراجع لمربع غير الدي 2، يعني مثلا لو تراجع لمربع الجي 3، دي نقلة سيئة والاسود هيكمل ببيشوب بي 4 والابيض هيخسر الفرق لانه هيكشف هجوم على الوزير. او حتى ممكن الاسود في الموقف ده بدل ما يلعب بيشوب بي 4 يلعب بيشوب اي 3، وبرضه دي نقلة جيدة لان الاسود عامل هجوم بالكشف على الوزير على الاي 2. ولذلك في الموقف ده الابيض تراجع بالحصان الى دي 2 وكمل الدور بيشوب اي 3. الفيل الاسود طالب الفيل الابيض اللي على البي 2، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم بالرخ على وزير اي 2. لازم نلاحظ ان القطع الاسود ابتدت تتحرر وتنتشر في الرقعة. بيشوب اي 5 دي النقلة الوحيدة. لو الابيض ملعبش بيشوب اي 5 ولعب نقلة زي كوين اي 6 على اساس ان الوزير بيهاجم الحصان وبيهاجم الفيل في نفس الوقت وبيتخلص من الهجوم بالكشف، هتكون التكملة بيشوب تيكس بي 2 كوين تيكس بي 7 بيشوب تيكس اي 1 روك تيكس اي 1 والابيض خسر الفرق. ولو في الموقف ده الابيض بدل ما ياخد الحصان لعب روك اي بي 1 بيطلب الفيل، الاسود هيلعب نايت سي 5 وفي نفس الوقت بيدي الفرصة للفيل للتراجع والابيض خسر قطعة. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل بيشوب اي 5 وقلنا النقلة الوحيدة. كمل الدور اف 6، الفيل مربوط على الوزير كوين اي 6، دي نقلة اجبارية ولكنها في نفس الوقت هتنجي الابيض. وكمل الدور اف تيكس اي 5 كوين تيكس اي 3. لو كان الوزير اخد الحصان بدل ما ياخد الفيل دي هتكون نقلة سيئة، هيرد الاسود اي 5 عاوز الحصان. اذا الحصان راح لدي 4 الاسود هيرد ببيشوب بي 2 وهيفوز بالفرق. ولذلك في الموقف ده الحصان ما بيروحش لدي 4 انما الوزير بيرجع للاي 6 طالب الفيل وبيكمل بيشوب بي 2 عاوز الرخ روك اي بي 1 بيشوب اف 6 والحصان اللي على الاف 3 ملوش مربع يروح له والابيض هيخسر قطع. ولذلك في الموقف ده الابيض ماخدش الحصان انما اخد الفيل. وكمل الدور اي 4 نايت دي 4 كوين اف 6، الوزير طالب الحصان. وزي ما احنا ملاحظين
ان قطع الاسود ابتدت تنتشر، وكل نقلة للاسود لها تهديد مختلف، بينما قطع الابيض مشتتة وليس لها اي فاعلية حتى الان. كمل الدور C3 بيحمي الحصان، روك F1 تهديد جديد باخذ بيدة F2 بكش F3. طبعا الابيض لو ملعبش F3 ولعب نقلة زي روك F1 دي نقلة سيئة، الاسود هيكمل بكوين G5 طالب الحصان، كوين C1 بيشوب H3 الاسود طالب كش مات على G2، والابيض مضطر ان يلعب G3 ويخسر الفرق. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل F3. كمل الدور كوين G5 نقلة جديدة بتهديد جديد. علق اللاعب العظيم طرش على الموقف ده بان الاسكر بيلعب بطريقة قوية جدا. كمل الدور كوين C1 الابيض بيحمي الحصان. لو الابيض حرك الحصان يعني مثلا لعب نايت F1 هيكمل الدور E takes F3 مطلوب كش مات، Knight takes F3 Rook takes F3 والبيدق مربوط والاسود كسب قطعة. او مثلا في الموقف ده لو الابيض لعب Rook E G1 عشان يحمي الحصان هيكمل C5 طالب الحصان، Knight E2 E takes F3 طالب الكش مات وطالب الحصان وطالب ان يلعب F2 بهجوم مزدوج على الملك والرخ. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل كوين C1. لازم نلاحظ التهديدات القوية اللي بيعملها الاسكر مع كل نقلة. الاسود كمل نايت C5 نقلة جديدة بتهديد جديد وهو نايت D3 وياخد الفرق، وفي نفس الوقت الاسود بيدخل قطعة جديدة في اللعب، نايت F1 بيكشف هجوم على الوزير الاسود كوين G6، ودلوقتي اتجدد التهديد بنايت D3 روك E3 نايت D3 عاوز الوزير كوين D1 نايت F4 نقلة جديدة بتهديد جديد بكش مات على G2 نايت G3 رد الاسود H5 الاسود بيهدد ان يلعب H4 ورتد الحصان كمل الابيض نايت GE2 نايت تيكس G2 التضحية دي من الاسود بتخلي الملك الابيض هيخرج في العراء، كينج تيكس G2 E takes F3 الاسود بيدمر بيادق غطاء الملك Rook takes F3 وهنا لعب الاسود النقلة القوية بيشوب H3 تشيك والملك لازم يسيب حماية الرخ King takes H3 Queen G4 تشيك King G2 Queen takes F3 تشيك King G1 طبعا الملك لو ما راحش G1 وراح ل H3 هيكمل Queen G4 تشيك King G2 H4 والاسود هيفوز بقطعة. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل King G1 وكمل الدور H4 عاوز الحصان Knight H1 لو الحصان ما رجعش في H1 ورجع في F1 بيلعب H3 وعاوز كش مات على G2 والابيض ملوش دفاع مقنع. ولذلك في الموقف ده الابيض كمل Knight H1 لعب Queen E3 تشيك King G2 H3 تشيكميت. دور جميل وممتاز ورانا عبقرية ايمانويل لاسكر وازاي في لحظة معينة الموقف المضغوط بينفجر وكل نقلة بعد كده بتكون لها تهديد وتهديد خطير. ارجو ان تكونوا استمتعتوا بالدور ده والى اللقاء في فيديو قادم ودور رائع جديد.